مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. الحقيقة النهاردة عندنا كلام كتير جدا جدا عن الكرة العالمية بتخص الدوري الإنجليزي خاصة ودوري الأبطال تشامبيونز ليج، اللي طبعا في مباريات إن شاء الله بكرة وبعده لتحديد من يصل إلى ربع النهائي في هذه البطولة الكبيرة. مش هنعدي طبعا غير لما نتكلم على نادينا النادي الاهلي. النادي الاهلي بينتظر الحقيقه مباراه مهمه جدا جدا امام القطن الكاميروني يوم الجمعه اللي جاي. اكيد كلنا تابعنا المباراه اللي فاتت، واكيد كلنا زعلانين ومتضايقين وغضبانين، كل ده تمام، لكن خلونا دايما 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 نكون ورا فرقتنا، بنساند بندعم. مفيش شك ان الغضب دوت نابع عن ناس بتحب النادي، مفيش شك، ولكن التايمنج دايما عندنا هنا في مصر مشكله التايمنج، التوقيت اتخاذ القرار، توقيت ازاي تفرح، توقيت ازاي تزعل، توقيت التغيير، توقيت التطوير. عندنا مشكله في هذه النقطه. التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي هو وقت الدعم الكامل لفريق كره القدم للنادي الاهلي بكل منظومته، لان على المستوى الدوري احنا الحمد لله متفوقين، على المستوى حتى البطولة الأفريقية ما زال هناك أمل، وطالما هناك أمل يبقى لازم الدعم الكامل لفرقتنا. فريق النادي الأهلي ما بيرميش الفوطة أبدا، إن شاء الله بإذن الله بإذن الله عندنا طموح كبير جدا إن احنا نعدي هذه الكوة. كوة بتمر على أندية كثيرة جدا جدا على مستوى العالم. لو في المحترف هنا بنتكلم على فريق عظيم زي فريق المان يونايتد والهزيمة القاسية أمام ليفربول 7-0. هزيمة تاريخية. الناس هناك عملت ايه؟ قفلوا الصفحة بعدها تاني يوم يشتغل عشان الماتش اللي بعديه يكسب. انا عارف ان في ضغط في السوشيال ميديا، انا عارف ان السوشيال ميديا بقى ليها دور كبير جدا دلوقتي، ولكن الدور ده مش على جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي لازم تكون واعية جدا 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 في الفترات الحرجة، الفترات اللي احنا بنفرح فيها، كلنا بنفرح فيها، كلنا بنغني، لدرجة انا في وقت من الاوقات حتى بقول في وقت الفرح بلاش الفرح بزيادة. احنا عندنا هنا طبيعتنا ثقافتنا هنا في مصر انك بتفرح جدا جدا لدرجه كبيره قوي وتزعل جدا جدا لدرجه كبيره قوي، فلا ده كويس ولا ده كويس. والتايمنج اللي انت بتتخذ فيه قرار او بتكتب حاجه او يعني بتعبر عن رايك بحاجه ده كمان مهم جدا. مفيش شك ان احنا يعني زي ما بقول لك كل الناس زعلانه، اكيد ده طبيعي، ولكن ده مش وقت الزعل ووقت الحساب. في تايم كويس قوي بنعمل حسابه والنادي الاهلي عامل حسابه، في تايم كويس قوي ان احنا نتعامل مع الجزئيه، مش يعني ماتش رفعنا احسن فرقه في العالم وماتش بقينا اوحش فرقه في العالم. اعتقد الكلام ده انتهى من كره القدم، وعندنا امثله كثيره جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم على مستوى العالم مش على مستوى الدوري المصري. فكلنا بنساند فرقتنا، كلنا ورا فرقتنا، كلنا باذن الله بندعو ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يتاهل من دور المجموعات. وصدقوني دور المجموعات دايما بيبقى فيه صعوبات، دايما بيكون فيه بعض الازمات، لكن احنا قادرين ان شاء الله قادرين ان احنا باذن الله نعدي هذه الكبوه. ولا قدر الله ما عديناش، احنا تاريخ كبير جدا، بقول لا قدر الله حتى ما عديناش يبقى احنا تاني بنساند فرقتنا، عندنا بطولات كتيره جدا جدا ان شاء الله نحارب عليها. انا متفائل على المستوى الشخصي لان عارف شخصيه النادي الاهلي، باذن الله ان شاء الله يوم الجمعه نعمل مباراه كبيره ونكسب المباراه ان شاء الله، مباراه الهلال كمان نكسبها، احنا ماشيين في طريقنا للنهايه باذن الله، وباذن الله ان شاء الله نعدي من هذه الكبوه ونكون ان شاء الله انفراجه كبيره جدا جدا ان شاء الله، ونصل لابعد نقطه وان شاء الله نصل الى المباراه النهائيه. ده مهم جدا ان احنا بنتكلم على دعم، بنتكلم على مسانده، لان هو ده التوقيت الصح، ده التوقيت الصح اللي بنشتغل فيه في ظهر فرقتنا في ظهر نادينا. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم النهارده عندنا يعني هنتكلم على الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي مشتعل جدا جدا جدا، الفترات اللي فاتت بنشوف سباق رهيب ما بين الارسنال وما بين المان سيتي، المان سيتي بيكسب، الارسنال بيكسب، في تعثر هنا هتلاقي تعثر هنا، في المان يونايتد بيعود بشكل قوي جدا وبعدين يكسر كسره سريعه ويقوم تاني، كسر من ليفربول بسباعيه وبعدين بيقوم تاني، حتى ليفربول على مستوى ليفربول اداء ولا اروع، مباراه كبيره جدا امام المان يونايتد بسباعيه بعدها بيتعطل تاني في البريمير ليج. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم هي دي كره القدم، هي دي كره القدم، ودي حلاوه كره القدم، ان دايما هتلاقي بعض الكبوات بعض العثرات، ولكن الفريق الكبير والبطل وذو الشخصيه، شخصيه البطل هو اللي في النهايه
ان شاء الله بيعمل حاجه كويسه، وده ينطبق كمان على نادينا النادي الاهلي. النهارده كمان هنتكلم على ابطال اوروبا، بكره وبعده في مباريات طبعا الاياب في دور ال 16 من البطوله، وطبعا كلنا عارفين ان في اربع فرق اوريدي وصلوا لدور ربع النهائي: ميلان الايطالي، بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونخ الالماني، وتشيلسي الانجليزي. في اربع فرق تانية هتاهلوا في مباريات بكره وبعده، وزي ما بقول لحضراتكم في مباريات كبيره جدا ابرزها طبعا ريال مدريد حامل اللقب، عندنا كمان فريق نابولي مفاجاه الموسم على مستوى الدوريات الخمس الكبرى، فريق عظيم طبعا بيأدي في الدوري الايطالي بشكل اكتر من رائع. كل ده هنتابعه النهارده، بس كمان تعالوا خلونا قبل ما نخش على الصحف العالميه والرياضيه وعناوينها الكثيره والكبيره قالت ايه، نعدي على بعض الاخبار السريعه. طيب اول خبر عندنا عنوانه خروج عن النص في غرفه ملابس باريس سان جيرمان. قالت بعد التقارير الفرنسيه اليومين اللي فاتوا ان العلاقه ما بين لاعبي باريس سان جيرمان ولويس كامبوس ده المستشار الفني للفريق متوتره بشده، وده يمكن اللي ضر يعني البي اس جي في الموسم ده وخلى الفريق يمكن يخرج من دوري الابطال قدام البايرن كمان بشكل سيء جدا جدا. صحيفه ليكيب الفرنسيه قالت ان كان في اشتباك لفظي في غرف ملابس طبعا ما بين بعض اللاعبين وبين كامبوس المدير او السبورت دايركتور وبعض اللاعبين، ده بعد الخساره امام موناكو في الدوري الفرنسي، تحديدا نيمار ماركينوس والاثنين ماركينيوس ده طبعا اللعيب الكبير البرازيلي، ومع نيمار قالوا ان في لعيبه كمان بدات ترد بالفاظ خارجه على انتقادات كامبوس السبورت دايركتور للفريق في غرفه الملابس. مشكله بيمر بيها اكيد باريس سان جيرمان، خرج من دوري الابطال البطوله اللي يعني بيحارب عليها بقاله سنين، خرج بشكل كمان سيء جدا امام العملاق البافاري باير ميونخ. على نفس الفرقه او في نفس الفرقه كمان راموس، طبعا راموس اللاعب الاسباني ولاعب باريس سان جيرمان، يعني في حد اسمه قارئ الشفاء يعني هو بيتكلم كده قال لك راموس اتورط يعني في الإساءة للنادي الفرنسي بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-0 في إياب دوري الأبطال طبعا، ويودع من خلالها كتيبة طبعا كالتيه المدير الفني البطولة بعد الخسارة بنتيجة 3-0. يعني الكلام اللي اتقال ان راموس ظهر في فيديو وهو بيسب باريس سان جيرمان بالشفاه، يعني خرج تلفظ على فريق باريس سان جيرمان واليوم اللي نشا فيه هذا النادي بالفاظ وصفت بانها اوصاف بذيئه، ده كان بعد مباراه باريس سان جيرمان امام بايرن ميونخ، وده اللي كشف عنه خبير قراءه شفاه. خرج راموس و سريعا بيدافع عن نفسه، كتب طبعا عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ما بين قوسين: عادة لا أتطرق لهذه المواضيع، لكنني لا أريد الاعتراف بشيء لم يحدث. يعني الراجل طلع قال لك أنا يعني ما بخشش في المواضيع دي، لكن مش هعترف بحاجة ما حصلتش. كمان قال وأضاف إن الفيديو المزعوم لم أنطق كلمة باريس، إن هو قال أنا ما قلتش كلمة باريس أبدا، كنت أطلق صوتا يعني بيدل على خيبة الأمل والخسارة والخروج من دوري الأبطال، وقال إن ده معتاد في كرة القدم، إن إحنا مش هنخترع ولا هنبحث عن شيء غير موجود. الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم باريس سان جيرمان عنده مشاكل كثيرة جدا على مستوى طبعا دوري الأبطال، يمكن في يعني الدوري الفرنسي ما عندوش مشاكل، ولكن عنده مشاكل كثيرة جدا جدا على مستوى تجديد التعاقد مع نيمار، هل هيكون متواجد، عندنا امبابي عنده بعض المشاكل، الخروج كمان من دور ال 16 في تشامبيونز ليج أكيد كان ليه مردود سيء جدا جدا على البي اس جي. طيب نروح لهازارد، طبعا هازارد اللاعب الكبير اللاعب البلجيكي الكبير ولاعب ريال مدريد قال لن أكرر ما فعله ميسي وزيدان، وبيتكلم كمان على إبراهيموفيتش. يمكن إيدن هازارد كابتن منتخب بلجيكا أعلن اعتزاله الدولي بعد مونديال قطر، وقال إن أنا لا أستطيع رؤية نفسي لا أشارك مع ريال مدريد وأذهب إلى اللعب مع المنتخب، ده اللي قاله نصاً إن هو ما بيلعبش مع ريال مدريد، فمش شايف نفسه كمان هيلعب مع المنتخب، وبالتالي بعد كأس العالم في قطر 2022 أعلن الاعتزال الدولي.
كمان اللاعب هازارد يعني اضاف اعتزال زميله توني كروز اللعب مع المنتخب الالماني من سنتين، وقال انه على لسان توني كروز انه عندما يذهب باقي اللاعبين الى المنتخبات يمكنه الاستمتاع مع اطفاله. يعني هو بيتكلم على جزئيه مهمه جدا، ان هو في حاله طبعا اللي هو كده كده ما بيلعبش مع ناديه، وبالتالي مش هيروح يلعب مع المنتخب، فعايز يوفر دوت ويعتزل دوليا ويقضي بعض الوقت مع اسرته واولاده. وحول امكانيات طبعا العوده مجددا الى المنتخب، يعني على طبعا شاكله ما فعله زيدان وليون ميسي وابراهيموفيتش، كان ليه هازارد رد اخر انه لن يحدث ذلك معي، الكلام ده مش هيحصل معايا. هو متاكد 100% من هذا القرار، وان هو مش شايف نفسه انه ممكن يرجع في هذا القرار. وكان سؤال حول يعني ما كان قد اعتزل دولي على مدد، هازارد قال إن اعتقد ان هو اتخذ القرار على مدد يتعلق بالمنتخب، ولكن من وجهة نظره على المستوى الشخصي ان هو ده الوقت المناسب للاعتزال الدولي. ويعني قال على المستوى الشخصي زي ما بنتكلم ان هو ما بيلعبش بفترات ثابته مع ريال مدريد، ومؤخرا كمان المستوى الفني قل كتير، وقال لك انا خلاص يعني انا هعتزل دولي لاني مش هروح كمان هناك، اكيد مش هلعب، وبالتالي اوفر الوقت دوت يعني مع اسرتي. اختتم الكلام ان هو اتصل الملك فيليب، اتصل بي طبعا ده ملك بلجيكا، اتصل بهازارد بعد اعتزاله، لكن هازارد يمكن بعض الناس او التقرير طالع ان هو اتسال الملك قال لك ايه، فقال لك يعني ستظل هذه المحادثه بيني وبين الملك محادثه سريه، اتكلمنا في كره القدم، لكن زي ما بيقول ما فيش مستحيل في كره القدم، ولكن هذه المحادثه ستبقى سريا ولن تعلن على طبعا منصات التواصل الاجتماعي او على مستوى الصحافه العالميه. هازارد من اللعيبه الكبار جدا جدا على مستوى المنتخب البلجيكي، كان عنده أكيد الكيرف نزل بشكل كبير، وخاصة بعد انتقاله من تشيلسي. يعني هازارد كان في تشيلسي والبريمير ليج مأدي أداء أكتر من رائع، ولكن مع وجوده في ريال مدريد كان عنده بعض المشاكل في الإصابات في الغيابات، وابتعد تماما عن الفورمة، حتى على مستوى كأس العالم لم يقدم المردود مع المنتخب البلجيكي وأعلن اعتزاله دوليا. طيب حاجة مهمة جدا لمحمد صلاح، محمد صلاح بيكسر كل الارقام القياسيه، وكان يعني الاسبوع اللي فات بعد طبعا مباراه المان يونايتد واحرزه هدفين وكسر رقم قياسي جديد، ليفربول بيدرس يبيع محمد صلاح. يمكن الخبر غريب شويه، لكن الخبر يعني بيقول ان نجمنا الكبير محمد صلاح معروض للبيع من خلال طبعا ليفربول. النهارده كشفت بعد التقرير ان فريق ليفربول بيدرس بيع محمد صلاح في نهايه الموسم الجاري. معاناة محمد صلاح كان بيعانيها من تراجع نسبي في أداء المستوى العام لفريق ليفربول الحقيقة من بداية الموسم، بالرغم عن كده رغم هذا الأداء السيء للفريق ككل، ولكن محمد صلاح كان دايما بيشارك بشكل جيد جدا في إحراز الأهداف، في عمل أسيست كبير جدا جدا لليفربول بيقولوا، لكن المستوى ده على يعني من محتوى التقرير كده بيقولوا المستوى اللي ظهر بيه الريدز بالكامل ما ساعدش محمد صلاح للنهوض ومحاولة إصلاح يعني الأخطاء الكبيرة، ولكن محمد صلاح أصبح أحد ضحايا المحتملين للرحيل بحسب ما كشفت طبعا شبكة بي سكر الإنجليزية. زي ما بقول لحضراتكم محمد صلاح خلد اسمه في التاريخ الدوري الإنجليزي الأسبوع اللي فات، وأصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي. وطبعا محمد صلاح لسه متبقي في عقده مع ليفربول ثلاث مواسم لسه في عقد محمد صلاح، وكلنا عارفين راتبه يمكن 400,000 جنيه استرليني في الاسبوع، ولكن قيمه محمد صلاح اعتقد قد تتاثر شويه باداء ليفربول، ما فيش شك. احنا بنتكلم على لعيب كبير، لعيب عظيم زي محمد صلاح، كسر كل الارقام القياسيه، الانسب ليه الخروج الان من ليفربول، يروح منطقه اخرى او دوري اخر، الدوري الاسباني على سبيل المثال ريال مدريد، هل يكون موجود في البي اس جي كخطوه كمان كبيره لمحمد صلاح للعب في الدوري الفرنسي، كلها دي علامات استفهام. ولكن اعتقادي الشخصي ان محمد صلاح سيبقى في ليفربول. الامور يمكن السنه دي مش احسن حاجه، ولكن يتبقى الكثير في البريمير ليج، زي ما حضراتكم عارفين ان هدف ليفربول دلوقتي هو
انه يفنش في المنطقه او الرابع، يعني ياخد الرابع المركز الرابع عشان يلعب تشامبيونز ليج الموسم القادم. وانا شايف ان محمد صلاح ان شاء الله يبقى في ليفربول هذا الموسم والموسم القادم ويحقق الكثير من الانجازات والارقام القياسيه. طيب دي كانت اخبارنا السريعه، تعالوا نشوف مع حضراتكم هنا في المحترف الصحف العالميه والرياضيه قالت ايه في المحترف. يلا نبدأ من أسبانيا بجريدة ماركا الأسبانية اللي ركزت على فوز برشلونة على أتلتيكو بالباو بنتيجة 1-0 في الدوري الأسباني وكتبت الكثير من الصدارة. الصحيفة كمان اهتمت ببيان ريال مدريد في قضية برشلونة ونائب رئيس الحكام السابق وكتبت اندلاع الحرب بسبب قضية نيجيريا. طبعا دي كانت قضية كبيرة جدا جدا دخل فيها ريال مدريد في وعين محامي خاص لهذه القضية. صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية وطبعا وصفت هدف أو قالت على فوز برشلونة على أتلتيكو بالباو بهدف دون رد هو هدف التتويج بالدوري الأسباني. كمان الصحيفة اهتمت ببيان ريال مدريد في تورط برشلونة في قضية، وكان قلت لحضراتكم أن كمان كتبت ريال مدريد انها تكون بدايه الحرب. لسه في اسبانيا مع ايس الاسبانيه اللي ركزت على محاوله ريال مدريد ضم الانجليزي طبعا بلينغهام لاعب بروسيا دورتموند وكتبت الاتصال الاول تم. طبعا بلينغهام من افضل لعيبه على مستوى العالم دلوقتي وفي انديه كثيره على مستوى التوب تيم زي ريال مدريد زي البي اس جي زي طبعا بايرن ميونخ وكمان على مستوى ليفربول مهتمين جدا بهذا اللاعب بلينغهام لاعب الانجليزي. طيب نروح لانجلترا وطبعا جريده صن الانجليزيه اللي ركزت على تعادل المان يونايتد وساوثهامبتون سلبيا وطرد البرازيلي كازيميرو. اهتمت كمان الصحيفه بفوز الارسنال الكبير على فولهام بنتيجه 3-0 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي وكتبت أرتيتا انتزع 100 انتصار. دي كانت الصحف العالمية معانا زي ما قلت لحضراتكم. هنطلع لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع عشان نتكلم مع نجمنا نجم التحليل الفني ومحلل الأداء العالمي محمد البازل. هكون معانا بعد الفاصل نتكلم على الدوري الإنجليزي ونتكلم على دوري الأبطال بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، بنرحب بضيفنا النهارده ونجمنا النهارده محمد الباز محلل الكره العالميه اللي هيكون موجود معانا النهارده عشان نتكلم زي ما قلت لحضراتكم على الدوري الانجليزي ودوري الابطال. باز مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن هاني، اخبارك؟ الحمد لله كله بخير. نور حضرتك. انا سأل. قبل ما اخش معاك يا باز وقبل ما نكمل حلقتنا التاني بنقول ان المحترف وشاشه قناه النادي الاهلي يمكن من اوائل الناس اللي عملنا سبوت على اللعيبة المصريين المحترفين أو بيلعبوا في الأندية الأوروبية أو الأكاديميات الأوروبية. الحقيقة الملف ده يمكن الأسابيع اللي فاتت كان فيه انتشار واسع جدا على السوشيال ميديا، وزي ما بقول لحضراتكم قناة النادي الأهلي هنا وطبعا يعني بنشكر معدينا هنا في البرنامج إن هم كنا محضرين يمكن من قبل الكلام دوت بشهور كبيرة جدا وجبنا نماذج للعيبة مصرية بتلعب في الدوريات الأوروبية سواء على مستوى الأندية المحترفة في بلاد كثيرة جدا في أوروبا. الحقيقة بدأ الناس تتحرك بشكل إيجابي حتى على مستوى الفريق الأول. يمكن الأسبوع اللي فات فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الأول قال لك إحنا كمان هنبدأ نعمل بحث عن اللاعبين اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية ومش موجودين في الدوري المصري وما فيش عليهم سبوت، يعني الناس مش شايفاها بشكل كويس. هنعمل سيرش ونبدأ نتابع الناس دول لأن التجارب السابقة تجارب ناجحة جدا جدا. هتكلم مع حضراتكم في التجارب ديت خاصة على مستوى منتخب السنغال وإزاي المنتخب السنغالي على جميع المراحل السنية بيكتسح القارة الأفريقية وإزاي يشتغلوا في الجزئية ديت. لكن كمان النهاردة بنقدم لكم لاعب مصري بيلعب في الدوري الأسباني معنا فيديو جراف نشوفه ونرجع مع حضراتكم. We'll be right back.
زي ما اقول لك نموذج جديد للاعب مصري صغير بيمثل حتى المنتخب الكندي في المراحل السنيه الصغيره. ولكن زي ما بقول لحضراتكم الحمد لله احنا كنا متميزين في الجزئيه ديت وبحثنا عملنا سيرش من اوائل الناس اللي عملنا دوت، وكان مهم جدا هذا الملف يطلع، لان هتكلم مع طبعا نجمنا محمد الباز كمان على تاثير اللعيبه المحترفه على المنتخبات بيبقى عامل ازاي. محمد ده ملف مهم جدا، وخلينا اكلمك الاول على منتخب السنغال اللي بيفوز مؤخرا ببطوله تحت 20 سنه، البطوله الافريقيه المؤهله لكاس العالم بشكل اكتر من رائع، وعدد كبير جدا من اللعيبه المميزه داخل هذا الفريق. منظومه السنغال خلال السنوات اللي فاتت منظومه تستحق الدراسه، وخاصة ان احنا مش هنقول هندرس بقى الملف الالماني ولا الفرنسي ولا الايطالي ولا الاسباني، لا احنا او اكيد الامكانيات المالية والامكانيات الفنية اقل كثيرا من مصر، ولكن سبقونا يعني بشكل كبير. صحيح، يعني قربوا المسافة مبدئيا علشان ندرس فريق السنغال داخل القارة الافريقية. السنغال خلاص تقريبا احتل القارة الافريقية على جميع الاصعده يا كابتن هاني، ليس فقط الاندر 20 سنه اللي شفناها بطل افريقيا، على صعيد الشان بطوله المحليين، على صعيد الفريق الاول المنتخب الاول بطل افريقيا ايضا. السنغال بتحتل افريقيا حتى الكره الشاطئيه يعني. يعني لا فعلا السنغال بيخطط بشكل مظبوط، مشروع كامل متكامل منذ اكثر من 9 سنوات. يعني الفريق اللي هو الحالي اللي هو تحت 19 او تحت 20 سنه اللي فاز ببطوله افريقيا للشباب، عايز اقول لحضرتك تم الاعداد للبطوله ديت ببطوله الشان اللي قبلها من شهرين تقريبا، وظهروا بشكل كبير جدا واشركوا لعيبه كبيره جدا صغيره في السن 16 17 19 سنه في بطوله الشان المحليه للافارقه، يعني بطوله افريقيا المحليين، وظهروا بشكل رائع جدا، فريق قوي يا كابتن. انا عايز اخد من ديت بس كمان والساده المشاهدين يفهموا يعني ايه، احنا لغايه دلوقتي للاسف التعامل مع المنتخبات بشكل كبير هو عامل البطوله، خدت البطوله والله انت مدرب كويس، خرجت من البطوله انت مدرب وحش. هناك الدنيا مختلفه شويه، يعني لعيب يكون عنده 16 17 سنه وبيشارك مع منتخب المحليين على في منتخب السنغال ويبقى بيلاعب اعمار سنيه اكبر منه، ده شيء بيطور اللعيب وشيء يفيد اللعيب. كسب البطوله ما كسبش، هو بيعمل جيل، بيبني فريق بشكل كويس. احنا بس بنتكلم عشان بترجم دوت الطريق الصحيح اللي موجود عندنا ايه، واللي موجود في الحته اللي هي سبقتنا بيشتغلوا عليها ازاي. وعايزين نربط ده كابتن هاني بالملف اللي حضرتك يعني متناوله في البرنامج، هو اللعيبه ذو الجنسيه المزدوجه اللي بيلعبوا بره في اوروبا. يعني معظم لعيبه السنغال او التطور اللي احنا شايفينه في معظم المنتخبات الافريقيه زي موزمبيق زي جزر القمر، شفنا منافسين قويين جدا، لان معظم قوامهم بيلعب في الدوريات الاوروبيه كلها في الخمس دوريات الكبرى، حتى في الدرجه الرابعه، في الدرجه الثانيه، في الدرجه الثالثه. مش عيب يا باز، مش عيب، احنا الاحتكاك مش عيب. واحنا دايما عندنا يعني عندنا برضو فكر غريب جدا، يجي فريق مثلا سكند ديفيجن في الدوري الفرنسي يقول لك لا اللعيب بتاعي ما يطلعش، اللعيب مثلا عنده 17 18 سنه لعب شويه وعمل شكل كويس يقول لك لا يعني ده ما لعبش في الدوري الفرنسي. لا ليه؟ لا ده هناك الدوري الفرنسي الدرجه الثانيه والالماني السكند بوندس ليجا ده دوري قوي جدا هيطور اللعيب. وزي ما بقول لحضراتكم يمكن في اكتر من 211 محترف في السنغال في 53 دولة. انت شايف الرقم عامل ازاي؟ شايف الرقم 211 محترف، ما بقولكش ال 211 دول في التوب تيمز، لا في منهم في التوب تيم، في منهم في الفرق المتوسطة، في منهم في الدرجة الثانية، في منهم في دوري قوي زي الدوري الانجليزي، وفي دوري متوسط زي الدوري البلجيكي او الدوري السويسري. فده دي منظومة، وفي الآخر بيصب في مصلحة المنتخبات زي ما بقول لحضراتكم. وعندنا على مستوى المحترفين احنا عندنا كمان يمكن الأسبوع اللي فات محترفين ماشيين بشكل كويس، معلش هاخد دقيقة محمد لأن كمان ده مهم جدا نعرف محترفيننا ماشيين ازاي على مستوى حتى مصطفى محمد. يعني في نانت بعد نزوله بخمس دقايق بيحرز هدف التعادل وبياخد نتيجه لفرقته. على مستوى اللاعب المصاب محمد النني اللي بيقدروه جدا في الارسنال وارتيتا بيتكلم عليه بشكل اكثر من رائع، بيجدد رغم الاصابه بيجدد سنه. عندنا محمد صلاح بيكسر الرقم القياسي وبيبقى الهداف التاريخي لفريق عظيم زي ليفربول. بتتكلم على عمر مرموش، عمر مرموش بتتسابق دلوقتي الانديه الألمانية خاصة فرانكفورت لايبزيج بيتكلموا عايزين يتعاقدوا معاه في نهاية الموسم، كمان بعض الأندية الإنجليزية مهتمة بهذا اللاعب.
فانت عندك القدره انك لو حطيت رجلك في السوق الاوروبي لاعبتنا عندها القدره انها توصل لدرجات كبيره جدا. تخيل لو انت عندك في منتخب مصر مش هقول لك 211، لو عندك 25 محترف، وده رقم قليل جدا، ده هيكون مردوده ايه على مستوى منتخب مصر الاول، على مستوى منتخب مصر للشباب لو كان عندنا اربع خمس لعيبه محترفين بشكل كبير. فكل ده صحيح. محمد معلش خرجنا بره موضوعنا شويه النهارده في الحلقه، لكن ده كمان مهم جدا لان نتكلم على ما هو قادم، وده مهم جدا للكره المصريه ما هو قادم في المرحله اللي جايه. صحيح، وجود لعيبه زي ديت بتلعب في الدوريات الاوروبيه على جميع الاصعده او الدرجات في هناك في اوروبا كابتن هاني، كفايه الاحتكاك، كفايه ان هم يشوفوا السرعه والقوه، بيزيدهم خبرات كثيره جدا لما يبقى في الميكس ما بين اللعيبه المحليين واللعيبه الاوروبيه اللي هي تحت السن، تحت 17 تحت 19، بيزيد طبعا بشكل كبير. شفنا السنغال فاز في كل المباريات في بطوله افريقيا تحت 20 سنه، يعني الست سبع مباريات، والاغرب من كده كلين شيت في كل المباريات، ما جاش فيهم جول، يعني فريق قوي جدا على صعيد الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، مسجل 13 هدف، هداف البطوله منهم خمس اهداف، فريق هداف البطوله، احسن حارس مرمى، احسن لاعب كلهم، يعني حتى في لعيبه ما توجدش بالقاب فرديه شفناها بتتالق بشكل كبير جدا على مستوى نص الملعب، مستوى الهجوم، حتى الدفاع، فريق كامل متكامل، يعني لما يدخلش فيه ولا هدف طوال المشوار في البطوله ويفوز بكل المباريات، فريق قوي جدا. لازم نشوف الاكاديميه اللي هم عاملينها في السنغال الكبيره المشهوره اللي بتطلع بتبرز لعيبه كبيره جدا بقى لها سنين ونجحت بشكل كبير جدا. صحيح، طبعا كمان فريق الاعداد متجاوب معانا بشكل كبير جدا وطلع لنا اكتر الدول الافريقيه امتلاكا للمحترفين. يعني حضراتكم اتفرجوا على الارقام بس، يعني مش عايز يبقى في خضه كده والناس تبص وتبرق وتقول الارقام دي ارقام حقيقيه، احنا الكلام دوت. نيجيريا 394 محترف، غانا 311 محترف، ساحل العاج 213 محترف، السنغال 211 محترف. مش عايزكم تتخضوا يا جماعه، الارقام ديت ارقام حقيقيه، يعني اللي بيتكلم اول ما شاف الرقم اتخض، لا ده رقم حقيقي، ده رقم حقيقي. الدول ديت مطلعه عدد كبير جدا للمحترفين، زي ما بقول لحضراتكم الرقم ده الناس تقول لك هو في 200 محترف، في 211 محترف في السنغال، متقسمين على دوريات مختلفه وعلى نماذج مختلفه وعلى اكاديميات مختلفه، في شغل بيحصل، في خطه بتتحط بشكل وبيشتغل عليها 8 9 سنين، زي محمد الباز قال هذه الخطه، يعني السنغال شغال عليها بقالها تقريبا 8 سنين، وبالتالي انتاجها بدا يظهر دلوقتي. وانت لما تعمل بلان، انت مش هتعمل بلان السنه دي وهيبقى عندك 200 محترف السنه الجايه ولا اللي بعديها، لا ده عايز وقت طويل. ولكن نغير عقولنا ونغير ثقافتنا ونغير فكرنا عن كره القدم اللي ما بقتش دلوقتي الموضوع بقى عافيه، اللعيب عندي لا هيفضل عندي، لا ولد صغير جاي له ترايل يطلع درجه ثانيه في الدوري السويسري، الدوري النمساوي، الدوري الالماني، لا ده اللعيب ده بتاعي بتاع 3 مليون دولار، يا عم 3 مليون دولار منين؟ 2 مليون منين؟ منين وازاي؟ ما هو الدنيا لازم تمشي صح، انت بتطلع الناس ديت عشان هيبقى انت تستفيد، الكره المصريه تستفيد، منتخباتنا تستفيد، وانت كنادي اكيد هتستفيد. يعني الحقيقه ده يعني ملف كبير جدا، ان شاء الله يعني باذن الله خلال المحترف هنعمل سبوت على الناس بتشتغل ازاي بره يعني. فخلينا نخش في البريمير ليج، نخش في الدوري الانجليزي المشتعل يا بوز. الدوري الانجليزي على صعيد ساخن، يعني شايفين الارسنال ومان سيتي في زي لعبه الاوتو فار زي ما بيقولوا، دايما في سباق قوي، سباق شرس جدا، متبقي تقريبا 11 مباراه كابتن هاني، سته خارج الارض لكل واحد فيهم وخمسه على ملعبهم، في صراع قوي، يعني فرق دلوقتي خمس نقاط ما بين الارسنال وما بين مان سيتي، مان سيتي بينافس لاخر لحظه، ما تقدرش تتوقع ان الارسنال حسم البريمير ليج هذا العام، لا لسه في كلام، في 11 مباراه زي ما بنقول، ولكن في دوافع فيها شكلها كده راحه للارسنال، ده اللي انا عايز اقوله، يعني ساعات بيبقى في مطبات كده للارسنال وبعدين تلاقي الماتش اللي بعديه المان سيتي بيقع، يعني في حاجات كده تقول راحه للارسنال يعني.
صحيح، يعني في بوادر بتقول لنا كده ليه؟ لان اللعيبه كلها كمنظومه بتلعب بروح عاليه جدا. صحيح. معظم المباريات اللي فاتت كابتن هاني يفوزوا في بلس 97، في بلس 90 دايما، دي 97 دي 93 دي 94، ده بيدلل ان في روح عاليه، في كفاح ولعب لحد اخر لحظه. شفنا المباراه الاخيره طبعا اللي هي على بروتموند، يعني اعتقد 3-2 في هدف بلس 97 كان يعني قبل الاخيره، يعني كان في 2-1 ريمونتادا، 2-2 وبعد كده 3-2 هدف في الدقيقة 97. ده بيدلل على الروح القتالية عند المنظومة كلها اللي خلقها أرتيتا. أرتيتا بالمناسبة وصل للفوز رقم 100 من 167 مباراة مع الأرسنال. هو على صعيد كمدرب أيضا بيتوهج في سلسلة الانتصارات مع فريق زي الأرسنال، بيكتب تاريخ لنفسه، عنده منظومة حتى مع مدربين اللي هو بيستعين بيهم المساعدين، يعني بيعتمد على اهم المدربين في العالم دلوقتي في السيت بيسز وفي الكرات الثابته، وازاي بيطور وبيشارك في الهيكل التكتيكي للارسنال. الارسنال عنده بالمناسبه في احصائيه ان عنده 3 لعيبه زي باريس سان جيرمان احرزوا بلس 10 في الاهداف في التوب 10 دوريات في العالم. يعني عايزين نقول مثلا مان سيتي الهداف هو هالاند، او هداف الدوري الانجليزي ب 28 هدف، ولكن الارسنال عنده 3 لعيبه احرزوا فوق ال 10 اهداف لهذا الموسم، يعني مش لاعب واحد بس بينافس. ده معناه وده مهم جدا يكون عندك عدد كبير من اللعيبه قادره على التهديف، يعني انت مش مستني هالاند بس يجيب لك جول. يعني صحيح، يعني شفنا مارتينيلي، شفنا ساكا، شفنا نجوم كبيره بيستقطب مهاجمين بيقدروا ان هم يخلقوا الفوضى، فاهمين بعض، شفنا الديناميكيه اللي ما بينهم يا كابتن هاني. طبعا نص الملعب لما شرحنا تكتيكيا ازاي هو منظم جدا، ازاي بيحاول ان هو يقفل كل الخطوط. لا، ارسنال مع ارتيتا هذا العام في توهج، في بوادر كبيره جدا رايحه ان هو يكون يعني صاحب اللقب لهذا العام. مان سيتي شويه بيب جوارديولا مشغول بالتشامبيونز ليج لهذا العام، وطبعا سأل في التصريحات انت عينك على التشامبيونز ليج هذا العام، هل دي هتدلل ان انت حققت يعني انجاز عظيم مع المان سيتي بغض النظر، او يعني بالاضافه للقب البريمير ليج؟ قال لا طبعا، بكل تاكيد انا منتظر التشامبيونز ليج ويتمنى ان هو يحققها هذا العام، عنده مطب كبير جدا مع لايبتسيش. ويعني طبعا القرعه ما كانتش صعبه بالنسبه له، لكن فريق لايبزيج طبعا فريق من الفرق الغلسه طبعا، تعادل 1-1 يعني. طب لو محضرين يا جماعه النتائج الاخيره للجوله الاخيره في البريمير ليج، نشوف برضو يا بازل النتائج الاخيره للبريمير ليج في الجوله ال 27، وهكلمك طبعا عن ليفربول بعد الاداء الرائع وفوز كبير جدا على المان يونايتد، بينهزم من متزايل الدوري الانجليزي بورنموث بنتيجه 1-0، ايفرتون بيفوز 1-0 على برينتفورد، وليدز يونايتد يتعادل مع برايتون 2-2، توتنهام اخيرا بيفوز 3-1 على نوتنغهام فورست، وليستر طبعا في مستوى سيء جدا، ليستر سيتي السنه دي وهزيمه امام تشيلسي 3-1، كريستال بالاس وهزيمه امام مانشستر سيتي بهدف قاتل لهالاند بنتيجه 1-0، فولهام وطبعا الارسنال باداء اكثر من رائع حسم المباراه اعتقد في الشوط الاولاني ونتيجه 3-0، المان يونايتد التعادل مع ساوثهامبتون 0-0، ويست هام تعادل ايجابي 1-1 مع استون فيلا، واخيرا نيوكاسل والفوز على وولفرهامبتون. هرجع معاك لنقطه مهمه جدا، ليفربول بعد الاداء الرائع على مستوى السباعي امام المان يونايتد، واذ فجاه امام متزايل الجدول بورنموث بنتيجه 1-0 واخفاق غير محسوب بالنسبه ليورجن كلوب. صحيح، هو بدا يظهر علامات ان ليفربول وكتيبه كلوب ما بقتش تتعامل مع اي انتكاسه، يعني مثلا باي تاخير في النتائج سواء دخل فيهم هدف او هدفين خلاص ما بقيناش نلاقي الانتفاضه اللي احنا كنا عارفينها عن ليفربول وعن يورجن كلوب. يعني لو عايزين نتكلم يعني بعض الارقام الاحصائيه، لما ليفربول يحقق 12 نقطه يا كابتن هاني من اصل 13 مباراه خارج ارضه، يعني ده برضو يعتبر حاجه كارثيه، يعني حقق 9 نقاط من 39 نقطه متاحه عنده لما اتاخر بالنتيجه، يعني من 39 نقطه حقق 9 نقاط فقط. ده معناه ايه؟ ده بالارقام بتدلل ان ليفربول خلاص ما بقاش عندهم الشغف، في فعلا باحباط بنشوفه على وجوه حتى اللاعبين، حتى على وجه محمد صلاح الكتيبه. كان يقال ان ما فيش انسجام ما بين في الخط الهجومي الثلاثي حتى بعد هو قال لك انك صعب جدا تعوض هذه الامكانيات، بتتكلم على فيرمينيو وصلاح وساديو ماني، الثلاثي ده
التجميعة ديت صعبة تتجمع. وعايز أكلمك على نونيز طبعا، الصفقة الكبيرة جدا اللي أبرزها ليفربول. هل أنت شايف أنه بدأ يخش الأجواء، بدأ يبقى ليه بصمة إيجابية في البريمير ليج؟ طبعا، يعني حتى مع جابكو شفنا مع محمد صلاح أعتقد في آخر مباراتين أو ثلاث مباريات شفنا بدأ العلامات تظهر فعلا نونيز. يعني بالمناسبة ليفربول ضيع أو أكثر من أضاع الفرص محققة لهذا العام كابتن هاني ب 58 فرصة محققة. ليفربول الفريق الأكثر إضاعة، 58 فرصة محققة. طبعا نونيز مضيع منهم 17 فرصة محققة، يعني هو أيضا أكثر لاعب ضيع فرص محققة، ثم يأتي محمد صلاح ب 13 فرصة. هنا في علامة استفهام، يعني احنا دلوقتي بنتكلم في مشكلتين، إضاعة الفرص المحققة، الفرص الحاجة التانية اللي هي نفسيا أكتر. يعني شايفين، عايز أقول لك كمان على مستوى الدفاع، يعني حتى على مستوى الدفاع السنة دي ليفربول مش هو ليفربول بتاع الموسم الماضي. كنا بنتكلم على فان دايك من أقوى، بنتكلم على ماتيب، في يعني صحيح فريق كان متماسك دفاعيا. هل ده بسبب الصفقات مثلا؟ واحنا كمان عندنا يعني صفقة كبيرة جدا على مستوى المان سيتي، طبعا اللاعب الأرجنتيني القادم من بنفيكا انزو، ورقم كبير الدفع فيه. هل الارقام الكبيره دي ما زالت هي السبيل للفوز بالبطولات، ام بتعكس وبتبقى في رد فعل عكسي وضغوط كبيره جدا على الاداره وعلى المدير الفني؟ لا، الاجابه لا. لا ليه؟ والدليل على كده ان باريس سان جيرمان يعني صرف او استثمر بمليار و600 مليون يورو منذ 2011 لحد الان عشان ياخد تشامبيونز ليج، وما وصلش الا لمره واحده للنهائي. يعني ده معناها ان حتى بالارقام بغض النظر بالمقارنه بالبريمير ليج، او انا بتكلم حتى ماديا، او مان سيتي في التدعيمات الماليه الكبرى الضخمه في استقطاب لاعبين طبعا اكيد بتساعد بشكل كبير. ولكن ليفربول ما اعتقدش ان هي دي الازمه الكبيره، يعني ليفربول عنده مشاكل تانية، تاخيرات ممكن في استقطاب عناصر قويه على مستوى مثلا نص الملعب من بدايه الموسم، والناس كلها بتتكلم في نقاط كده. هو خلي بالك، يعني هو دلوقتي الخناقه على بلينغهام طبعا اللاعب الانجليزي اللي بيلعب في دورتموند، الخناقه عليه وسط الملعب، افضل لاعب وسط ملعب دلوقتي موجود في الدوريات الخمس الكبرى داخل ريال مدريد، داخل طبعا هيخش مان يونايتد، هيخش مان سيتي، البي اس جي ممكن يخش. ولكن كمان في اهتمام واضح واهتمام كبير جدا من يورجن كلوب على هذا اللاعب، لانه هيحل له ازمه كبيره جدا في وسط الملعب. لازم، يعني المشكله الكبرى عند ليفربول منذ بدايه الموسم هي نص الملعب، لغياب طبعا العناصر، شفنا الكانتارا والاصابات المتكرره. يعني لا، لابد من استقطاب لاعب قوي على مثل طبعا بلينغهام لاعب احنا شفناه بالتوهج الكبير جدا سواء في الدوري الالماني او البوندسليغا مع بروسيا دورتموند وتحقيق انتصارات يعني متتاليه. لابد من التدخل السريع، لابد من اعاده الروح مره اخرى. يعني انا شايف في حاله من الياس، عدم التعامل مره اخرى مع الانتكاسات، زي ما قلنا مع كل تاخير في اي مباراه خلاص ليفربول بيعطل. يعني اخرهم حتى يعني بورنموث، بالمناسبه ليفربول فاز عليه 9-0 يعني في المباراه السابقه، يعني المره دي يخسر 1-0. حتى بورنموث فريق قوي طبعا وكان عنيد قدام الارسنال، ولكن الروح 1-0 المباراه انتهت. ده اللي انا عايز اقوله، يعني صعوبه الرجوع للمباراه، الرجوع طبعا يعني لما يفقد عدد نقاط كبير جدا. كنت بقول لحضرتك 9 نقاط من اصل 39 نقطه كانت متاحه بالنسبه لليفربول، يعني حقق فقط 9 نقاط. 9 نقاط دول من ايه؟ لان هو خسر 39، كل ما يدخل فيه هدف ما بلاقيش الانتفاضه تاني. فالروح العزيمه لازم يبقى فيه فلتر كان يحصل، لازم يورجن كلوب على المستوى الشخصي نشوف يورجن كلوب اللي دايما كان الاب الروحي لكل اللعيبه وكان بيزرع فيهم الحماس زي ما احنا شايفين او كنا دايما بنشوفه كابتن. طيب في نقطه مهمه كمان هنستعرضها، طبعا موارد الانديه وبتعتمد بشكل كبير جدا على عده عناصر منها البث الفضائي، وعندنا فيديو جراف، عندنا اكتر الانديه الانجليزيه ربحا من البث الفضائي خلال الخمس سنين اللي فاتت، لان ده جزء مهم كمان جدا في كره القدم، انك الموارد والاستثمار في كره القدم عشان تجيب لعيبه كويسه وعشان تصرف عشان تجيب مدرب كويس وتعمل فريق كبير على مستوى التعاقدات لازم يكون عندك موارد. من الموارد الكبيره جدا نشوف فيديو جراف على اكتر الانديه الانجليزيه حصولا على الاموال من البث الفضائي اخر خمس سنوات. We'll be right back.
طبعا واضح ان التوب تيمز هم طبعا بيسيطروا بشكل كبير ويحصلوا على الارقام الكبيره جدا على مستوى البث الفضائي يا محمد، وده جزء كبير زي ما بنتكلم ان البادجت بتاعك على مستوى يعني على مستوى كره القدم واضح جدا انك لازم يكون عندك دخل كبير جدا عشان تنافس على الصفقات وتبدا تعمل فريق فريق طموح وفريق قادر على حصد البطولات. صحيح، يعني البث التلفزيوني، التسويق، الميديا، عوامل كبيره جدا بتساعد الفرق الكبيره في طبعا تحقيق استثمارات كبيره، دخل كبير جدا، انكم للفرق دي يا كابتن هاني، بزنس ان عشان يقدر ان هو فعلا تساعده في استقطاب صفقات كبيره جدا. انا اعتقد الموسم الصيفي القادم هيكون موسم ساخن على صعيد كل الانديه اللي ذكرت، يعني توتنهام شفنا، حتى ارسنال، في فلتر هيحصل في اللاعبين. يعني اعتقد توتنهام وتشيلسي بيخططوا من دلوقتي. تشيلسي صرف كتير قوي برضه الموسم ده، وده مثال حضرتك سالت. تشيلسي اوكي ماشي مع توخيل، حقق تشامبيونز ليج من سنتين ثلاثه اعتقد، ولكن اللي احنا عايزين نقوله حتى مان سيتي بالمصاريف الضخمه ديت ما حققش تشامبيونز ليج حتى مع بيب جوارديولا حتى الان، ودي امثله بتقول لنا لا الممكن. بيب دايما بيتكلم ان هو يعني خلال السبع سنين اعتقد فاز باربعه تشامبيونز ليج، بريمير ليج اللقب، وده صحيح بالنسبه له تاريخ. هو دايما بيقول لك اه طبيعي التارجت بتاع دوري الابطال ما فيش شك، لكن هو الراجل بيتكلم يعني انا محقق نتائج جيده جدا على مستوى البريمير ليج، هيجي في الطريق اكيد دوري الابطال. ولكن المشكله الحقيقيه بتتكلم على تشيلسي. تشيلسي برضو قبل ما يعني نروح لنقطه تانية، مشكلته فين؟ فلوس موجوده، دعم موجود، اداره فنيه اتغيرت، كل شيء متاح لتشيلسي، ولكن يمكن راجع شويه سنه، ولكن بعيد تماما عن المنافسه السنه دي. طبعا اول خطا باقاله توخيل المفاجئ، الراجل كان عامل انتصارات اكتر من بوتر حتى الان، يعني في مشاكل كبيره جدا، استقطاب مدرب جديد بقى، يعني تغيير الملاك او بيع النادي، كل دي عوامل بتاثر طبعا بشكل كبير جدا على المنظومه كلها، على الكيان، على التماسك بتاعه الفريق حتى في اوضه اللبس. يعني دي مشاكل خارجيه بتاثر على اللعيبه طبعا على ارض الملعب، ليس لها علاقه من قريب الى الناحيه الفنيه. صحيح. ولكن لا، لها تاثير بشكل كبير جدا، شفناه على عناصر تشيلسي، حتى لما جابوا ورجعوا اوباميانج وبعض اللعيبه في الموسم او يعني الانتقالات الشتويه اللي فاتت ما ساهموش، ما كانت صفقات سوري فاشله، يعني ما حققتش النجاح الكبير، ما قدرتش انها تنقذ تشيلسي وترجعه تاني. يعني احنا شايفين تشيلسي دلوقتي بيبعد اكثر واكثر عن التوب فور، والمنافسه بقت صعبه. تعال انا وانت لو كمان ترتيب جدول الانجليزي جاهز عشان كمان نشوف تشيلسي وصل لفين وقدامه قد ايه، كمان نشوف ليفربول قدامنا ترتيب الدوري الانجليزي. طبعا الارسنال في الصداره ب 66 نقطه بفارق 5 نقاط على المان سيتي في المركز الثاني، المان يونايتد في المركز الثالث ب 50 نقطه، توتنهام في المركز الرابع ب 48 نقطة، نيوكاسل في المركز الخامس ب 44 نقطة، ليفربول في المركز السادس ب 42 نقطة. طب هنشوف 42 والمركز الرابع 48، بتتكلم في 6 نقاط، فليفربول في حرب كبيرة جدا مع نيوكاسل للوصول للمركز الرابع، وطبعا توتنهام دلوقتي في المركز الرابع، برايتون في المركز السابع ب 39 نقطة، نفس عدد النقاط، فولهام في المركز الثامن ب 39 نقطة. المركز التاسع برينتفورد ب 38 نقطة، وتشيلسي طبعا في موقف صعب جدا، مركز لا يليق بإمكانيات تشيلسي والسكواد اللي فيه والإدارة اللي فيه والمدربين، في المركز العاشر ب 37 نقطة، المركز 11 أستون فيلا ب 35، كريستال بالاس ال 12 ب 27، وولفهامبتون 13 ب 27، نوتنغهام في مركز ال 14 ب 26، المركز ال 15 ايفرتون كمان في مشكله كبيره ب 25 نقطه في المركز ال 15، ليستر سيتي في المركز 16 ب 24 نقطه. اخر اربع مراكز 17 ويست هام يونايتد 24 نقطه، بورنموث في المركز 18 نفس عدد النقاط 24، وليدز يونايتد في المركز 19 ب 23 نقطه، وساوثهامبتون المركز الاخير ب 22 نقطه. زي ما قلت لك مركز العاشر لتشيلسي، ولكن في يعني ان شاء الله في فوزه او تاهله للكوارتر فاينل للتشامبيونز ليج اعتقد كان مهم جدا جدا للفريق، حتى في مشواره او في هدوء جماهيره والانتقادات الكثيره على المدير الفني.
صحيح، هي دي الحسنه الوحيده اللي نقدر نقول، وطبعا اكيد دفع كبير جدا وتشجيع للفريق ان هو يكون متواجد في الشامبيونز ليج. حتى ليفربول كنا بنقول قبل المباراه الماضيه امام ريال مدريد يا كابتن هاني، كنا بنقول حتى ليفربول على صعيد دوري ابطال اوروبا ماشي بشكل كويس وقد ينافس ويوصل لادوار متقدمه، هي دي الفرصه الوحيده لان طبعا في الدوري بيبتعد عن التوب فور. احنا شايفين ليفربول عنده مباراتين قريب يعني مش بعيد، انا شايف ان برايتون مع ديزيرب لا مدرب قوي جدا بدا ان هو يعني فعلا يحقق بشكل مختلف لبرايتون هذا العام. انا اعتقد برايتون مع التركيز الكبير مع ديزيرب في المباريات الاخيره قد يسبق ليفربول. يعني ليفربول في الانتكاسات وعدم لسه قائمه يعني المركز الرابع في خناقه كبيره جدا جدا على المركز الرابع، خاصه كلنا نتمنى ليفربول لان ده مهم جدا على مستوى الفلوس، على مستوى طبعا الدخل اللي هياخده من خلال تواجده في دوري الابطال السنه الجايه، كمان على مستوى الاتراكتيف والبرستيج اللي طبعا ليفربول وتواجده السنه الجايه في دوري الابطال هيفرق معاه جدا جدا جدا. هنطلع فاصل ونرجع بقى نتكلم بالتفصيل على دوري الابطال زي ما قلت لحضراتكم بكره وبعده، وهنشوف الاربع فرق المتبقيه للوصول للربع النهائي في دوري الابطال. هنتكلم مع محمد الباز بعد الفاصل. كريم كوجوك ونهاوند سري 10 الصبح في الأهلي من الأحد إلى الأربعاء 10 صباحا على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا، أهدافنا حياتنا، ملعبنا قوتنا، احنا نادي ال100 مليون واكتر. اقوى بابطالنا، اكتر بجمهورنا، اجيال وابطال، احنا الاهلي. للوصول الى جماهير الاهلي، جمهور الاهلي وراك. للاعلان اتصل على 15 3 4، ايميل @send@live-eg.net. اهلا بحضراتكم، حديث عن دوري الابطال محمد الشامبيونز ليج مشتعل بكره وبعده، هنشوف الاربع فرق اللي هتوصل ويمكن نتكلم على اكيد ريال مدريد، شخصيه ريال مدريد هل قادر على الوصول. اتكلمنا برضو على كمان الفرق الاربعه اللي وصلوا، بتتكلم على البايرن واطاحته بباريس سان جيرمان في المباراتين باكتساح شديد اداء ونتيجه وكل حاجه. يحسب لناجلسمان مدرب بايرن ميونخ، شفنا قدر يمسك اكتر من 65 دقيقه في الذهاب يا كابتن هاني، سيطر على كل الخطوط حتى في المباراه العوده في الاليانز ارينا في المانيا. ناجلسمان ليه بصمه كبيره جدا، شفنا ازاي ان هو قال حتى في تصريحاته ميسي امبابي ما ينفعش يمسكهم الدفاع فقط او المساكين اللي ورا، او ما اقدرش ان انا اعتمد فقط على بافارد او حتى الفونسو دافيز، لا هو قال الكل يلعب، يعني هو دايما بيلعب المنظومه كلها، الخطوط كلها متقاربه من بعض، خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم، حتى بيعمل ديناميكيه بشكل كويس جدا. شفنا حتى توماس مولر خد رجل المباراه، يعني الكل يا كابتن هاني بيساهم. ناجلسمان تكتيكيا فرض سيطرته على باريس سان جيرمان، وقف الخطوط الخطره طبعا او مفاتيح اللعبه عند باريس سان جيرمان، ميسي امبابي وشفناهم. طيب هنأجل التفاصيل الفنيه لان عندنا كلام كتير جدا في تفاصيل فنيه خاصه مباراه البايرن وباريس سان جيرمان، لكن معانا تقرير عن دوري الابطال الاربعه
الأربعة اللي وصلوا، وكمان انتظارا لأربع فرق لتكتمل عقد دور الثمانية في دوري الأبطال. ضيفه الإنتر الإيطالي رغم فوز الأخير بهدف وحيد ذهابا. محمد طبعا هنتكلم على الفرق بالتفصيل، لكن كمان لو قادرين نحط نتائج المباريات بتاع الدور ال 16 ومباريات بكره وبعده، عشان كمان نتابع ونتكلم على كل مباراه، لان في على سبيل المثال ميلان كمان بعد غياب 12 سنه عن الوصول لدور الثمانيه في دوري الابطال بيصل على حساب توتنهام. مباريات كثيره جدا كانت مهمه، تشيلسي زي ما بنتكلم تشيلسي وكان في صعوبات كثيره جدا جدا امام دورتموند، ولكن قدر انه يفوز على دورتموند. دي طبعا نتائج المباريات دور 16. تشيلسي فوز 2-0 على بروسيا دورتموند بعد ما كان طبعا المباراه الاولى اتهزم 1-0. بنفيكا اللي بيقدم اداء اكتر من رائع وفوز 2-1 على كلوب روج. كلوب روج طبعا كان الحصان الاسود في دور المجموعات وكسب 5-1. توتنهام مش 2-1، كسب 5-1 فعلا. توتنهام تعادل مع ميلان في سانسيرو طبعا، وميلان خطف بطاقة التأهل، والبايرن باكتساح على باريس سان جيرمان نتيجة وأداء بالفوز 2-0. نشوف مباريات بكرة كمان. فرانكفورت أمام نابولي، مباراة كل التكهنات رحل لنابولي، ولكن حذاري من فرانكفورت لأنه فريق أيضا فريق خطر جدا. انتر ميلان أمام بورتو كمان مباراة متوازنة جدا. لايبزيج أمام المان سيتي على مستوى الاسم أكيد المان سيتي الأقرب، لكن خلينا نتكلم سريعا على عودة الميلان بعد 12 سنة لدور ربع النهائي في دوري الأبطال بعد التعادل السلبي 0-0 أمام توتنهام. طبعا ميلان لابد من تواجد ميلان، يعني الحقيقة دايما ميلان بنشوفه صاحب تاريخ كبير جدا في بطولة الشامبيونز ليج، يعني حتى في على مستوى تحقيق البطولة نفسها يأتي طبعا بعد ريال مدريد وبايرن ميونخ، لكن يمكن لسنوات طويلة، سنوات كبيرة جدا وطويلة جدا بعيد عن دور الثمانية. أعتقد ده فوز مهم جدا، تواجد الميلان على المستوى الشخصي بتمنى دايما وجود الميلان في أدوار متقدمة، بيعطي كده يا كابتن هاني نكهة للبطولة. صحيح. قوة وشراسة. صح. فعلا ازاي هو قدر يتعامل مع المباراة أمام توتنهام، ازاي يعني كان في تعادل بدون أهداف، تعادل سلبي في مباراة العودة، طبعا في مباراة الذهاب خطف هدف وقدر ان هو يعبر توتنهام، وتوتنهام طبعا على مستوى البطولة فريق قوي يعني، ولكن ميلان على مستوى الدوري الإيطالي حتى طبعا نابولي بيتصدر، ولكن ميلان فعلا فريق في انتفاضة في عودة. واتمنى طبعا برضه عشان نظبط اليوم بكره ان شاء الله باذن الله في ماتشين، ماتش المان سيتي مع لايبزيج وبورتو مع انتر ميلان، يوم الاربعاء ان شاء الله كمان في ماتشين، ريال مدريد طبعا امام ليفربول، ويعني هتكلم عليها مباراه صعبه جدا، ولكن ما فيش مستحيل في الكره، ولكن امام ريال مدريد في مستحيل يعني 5-2 الامور صعبه جدا لفريق ليفربول. ونابولي امام انتر فرانكفورت ده ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء 15 مارس. اتفضل يا محمد. صحيح يعني زي ما بقول الميلان طبعا يستحق بكل تاكيد، طبعا كان ظاهر بشكل كويس، كان مباراه قويه جدا. اتكلمني برضو عليها سريعا، مباراه تشيلسي ودورتموند. دورتموند كان فايز في المباراه الاولى 1-0، وكان تشيلسي في وضع صعب جدا، ولكن قدم مباراه كبيره وقدر يكسب 2-0. وده الروح يعني، هنا فعلا لقينا الروح مختلفه عند تشيلسي، وده اللي ساعدته في الفوز على بروسيا دورتموند، على الرغم ان بروسيا دورتموند بيمتلك عناصر قويه جدا، يعني في سلسله لا هزيمه في الدوري الالماني يا كابتن هاني، وفي منافسه قويه جدا، فرق النقطتين دلوقتي بينه وبين بايرن ميونخ ياتي في المركز الثاني. فريق زي ما حضرتك كنت بتتكلم، عنده بلينجهام، عنده نكونكو، عنده عناصر قويه جدا، عنده لعيبه بتظهر دلوقتي، واعتقد الموسم القادم هيبدا ان هو يفرغ لعيبه كبيره جدا للدوريات الكبرى. بروسيا دورتموند للاسف كمان قدم ماتش كويس، يعني انا اتفرجت على ماتش امام تشيلسي يمكن خطف المكسب، لكن كان في فرص حقيقيه كمان لدورتموند، كان مباراه صعبه، ولكن زي ما بقول لك قد تكون هي ديت يعني الحاجه الوحيده الكويسه في تاريخ تشيلسي هذا الموسم هو الوصول لدور الثمانيه. طيب عايز اتكلم معاك كمان على مباراه البايرن وباريس سان جيرمان، كنا اتكلمنا عليها، لكن تكمله لناجلزمان وادائه الرائع امام باريس سان جيرمان، ولكن مشاكل باريس سان جيرمان، هل في اقاله لجالتييه المدير الفني؟ هل نشوف زين الدين زيدان على رأس الإدارة الفنية؟ هل بعض الكلام بيقول إن توخيل
قد يكون هو المدير الفني القادم للبي اس جي. شايف البي اس جي راح على فين بعد خروجه من دوري الابطال؟ هو في التصريحات الاخيره جالتي قال انا بثق في الاداره والاداره بتعيد الثقه فيه. طالما قال كده يبقى هيمشي. يبقى هيمشي. لكن لا اعتقد ان في كلام زين الدين زيدان، في كلام ان اعاده تدخل مره اخرى طبعا للباريس سان جيرمان، وما ننساش ان هو وصل بيهم قبل كده في الفاينل تشامبيونز ليج يعني، وبعدها خد الفاينل التشامبيونز ليج مع تشيلسي. يعني تدخل من اهم المدربين، اعتقد هو ممكن يعيد باريس سان جيرمان على المكانه الصحيحه في تشامبيونز ليج، ممكن ياخد بيهم البطوله. كلام كبير جدا على عملية طبعا بيع نجوم كبيرة جدا قد تغادر باريس سان جيرمان الصيف القادم، واستقطاب عناصر أقوى لتكملة المنظومة يعني. طيب على مستوى بنفيكا، الناس كلها بتتكلم إن بنفيكا بيقدم مستوى رائع جدا، وقد يكون الحصان الأسود في هذه البطولة والوصول لأبعد نقطة، فوزه طبعا على كلوب بروج ووصول لدور الثمانية. شايفه ممكن جدا يعمل بعض المشاكل لسه طبعا القرعه هتبقى يوم 17، شايف هتبقى بنفيكا بالاداء دوت دي ابعد نقطه يقدر يوصل لها، ولا قادر للوصول لابعد من كده دور النصف النهائي ويقدر يوصل للنهائي؟ على المستوى الشخصي اتمنى وجود بنفيكا ونابولي في نصف النهائي. يعني لو ما جاش القرعه قصاد بعض في الدور الثمانيه اتمنى وصولهم للدور النهائي مع بعض. بنفيكا بيقدم طبعا دايما يا كابتن هاني، بنفيكا فريق مشاغب دايما نشوفه في الشامبيونز ليج في الادوار ديت يصل لدور الثمانيه، بعد كده فعلا ما بيكملش يعني نفسه قصير في الشامبيونز ليج، ولكن هو فريق قوي حتى على صعيد الناشئين، من اهم الفرق في اوروبا اللي بتفرز لاعبين من الناشئين او من الاعمار الصغيره للفرق الاوروبيه الكبرى. بنفيكا فريق قوي جدا، اتمنى طبعا الوصول لنصف النهائي لانه يستحق هو ونابولي لهذا العام. بنفيكا منافس قوي. طيب على مستوى بقى الاربع مباريات القادمه، وطبعا كلنا يهمنا مباراه ريال مدريد وليفربول، تتوقع حدوث مفاجاه ريمونتادا ولا الامور بقت صعبه جدا على ليفربول بعد الخساره بخماسيه مقابل هدفين لريال مدريد؟ نفس الكلام حصل امام مان سيتي العام الماضي، اتكلم مان سيتي وريال مدريد، وكنا بنقول ان ممكن مان سيتي يعود، ولكن شخصيه البطل ريال مدريد يعني مع انشيلوتي مع الكتيبه الحاليه بيعرف ان هو يقفل بشكل كويس جدا ويخطف حتى لو في البلس 90. لا اعتقد ان المباراه متازمه، في صعوبه كبيره جدا، واعتقد ان انا ممكن نشوف اهداف خماسيه اخرى، يعني اعتقد ان هيكون في سكور كمان. يعني انت تتوقع ريال مدريد يكسب وبسكور كمان يعني؟ اعتقد لان زي ما كنا بنقول على صعيد الدوري او على صعيد المباريات بشكل عام، ليفربول فعلا في حاله اي اخفاق او تاخر بالنتيجه يستسلم بكل خطوطه. محمد صلاح طالع في صوره جنب كريم بنزيما، لو فعلا بعض التقارير قالت ان ليفربول بيمهد لبيع محمد صلاح، هل تعتقد ان ريال مدريد حاليا في الوقت الحالي او الموسم القادم هي الخطوه المناسبه لمحمد صلاح، ولا شايف نادي اخر، او شايف انه لا لازم يقعد في ليفربول؟ انا شايف مبدئيا ان ريال مدريد بيركز على امبابي، وامبابي بيشاغب امبابي من او يعني من بعيد بيتمنى استقطاب امبابي، وامبابي حابب ان هو يروح ريال مدريد، فاعتقد هتكون هنا صعوبه. لو ريال مدريد كان عنده انترست لمحمد صلاح، هل محمد صلاح تكون دي الخطوه الافضل ليه يروح ريال مدريد؟ لا، محمد صلاح فتح الكوسين في كتابه التاريخ الليفربولي ليه هو شخصيا، وبقى واحد من الاساطير، حتى كان في مباراه الاسبوع الماضي لاساطير ليفربول، ويعني كانوا بيستخدموا محمد صلاح يلعب مع الاساطير. اتمنى الاستمراريه لان محمد صلاح خلاص يعني وصل فعلا لتحقيق يعني القاب كبيره جدا، ارقام وتاريخ كبير جدا مع ليفربول. العاطفه شويه بتقول ان الناس تتمنى وجود محمد صلاح مع ريال مدريد حتى او حتى مع برشلونه لتحقيق طبعا فرص اكبر في البالون دور او يعني في الشامبيونز ليج، لان ريال مدريد دايما متواجد بشكل كبير جدا، يعني اتمنى ذلك. وفي نفس الوقت هو طب سؤال فني شويه، هل تعتقد هم بيرموا كده يعني بالونه ان احنا ممكن نبيع محمد صلاح في حاله لو عدم وصولهم في نهايه البريمير ليج لمركز يأهلهم للتشامبيونز ليج، هل دي تكون خطوه لبيع محمد صلاح، ولا انت شايف الامور لا في جميع الاحوال حتى لو ليفربول ما قدرش يحقق المركز الرابع وجود محمد صلاح مهم في الدوري الانجليزي؟ انا اعتقد ما بيفكروش تماما في النقطه ديت، حتى لو ما صعدوش او ما بقوش في التوب فور للصعود للتشامبيونز ليج العام القادم، اعتقد محمد صلاح سيستمر، واعتقد ده كلام فقط من اجل يعني امور تسويقيه وجس نبض في السوق زي ما بيقولوا لغه بيزنس، عشان نشوف هل في ارقام ممكن
تأتي طيب. في محمد نتكلم على فريق انت كنت بتتكلم على فريق تتمنى تشوفه في طبعا دور الأربعة ونصف النهائي وتتكلم على نابولي مباراة مهمة جدا أمام فرانكفورت. سباليتي بيعمل إعجاز وبيعمل شكل أكتر من رائع مع نابولي في السيريا آ. هل تستمر هذه العروض وهذه المسيرة أيضا على مستوى دوري الأبطال أمام فريق أنا شايف إنه فريق غلس كرويا فرانكفورت يمكن مش اسم كبير زي نابولي ولكن فريق ممكن يكون غلس بلغة الكرة على نابولي يعني. هو فرانكفورت بيمتلك جمهور قوي جدا وراه في أي مكان في أوروبا والنهارده في التصريحات يعني سباليتي اتكلم في خناقة كده إن لا كان في كلام إن ممنوع حضور جمهور فرانكفورت او بيحجموا العدد من حضور جمهور فرانكفورت في عدد معين صغير ليه لان عارف ان جمهور فرانكفورت وراه وكان سبب شفناه في التحقيق لقب الدوري الاوروبي العام الماضي فريق طبعا رخم فريق اعتقد ممكن يعمل مفاجاه قدام نابولي ولكن نابولي مع العناصر القويه مع سباليتي مع اوسيمان كل الفرق في اوروبا دلوقتي هتتنافس ان هي تستقطبه هداف الدوري الايطالي خلاص هو تقريبا ماتش او ماتشين ويحسم السيريا يا كابتن هاني لا اعتقد نابولي هيتخطى اينتراخت فرانكفورت دي طبعا لسه الصوره بتاعت ريال مدريد وليفربول وزي ما بقول لحضراتكم بغض النظر عن النتيجه 5-2 وتقريبا بنسبه 99% تاهل ريال مدريد بفوزه بخماسيه على ليفربول ولكن تبقى مباراه كبيره مباراه ليها حسابات مختلفه مباراه احنا مستنيينها كمان بوجود محمد صلاح في الملعب بيدي كمان تقل خاصة بعد الحالة المعنوية الكبيرة والجميلة اللي وصلها محمد صلاح وهو صاحب الرقم القياسي في عدد أهداف أو هدافي ليفربول على مر التاريخ مباراة الحقيقة كلنا مستنيينها الريمونتادا مستبعدة إلى حد كبير جدا أنك تعمل الريمونتادا في طبعا بنيابو في مدريد أمام فريق قوي دي مستبعدة ولكن تبقى مباراة إن شاء الله نستمتع بها جميعا وتكون إن شاء الله مباراة جيدة لنجمنا الكبير محمد صلاح. طيب في مباراة كمان مهمة جدا أمام بورتو والإنتر. بورتو أيضا من الفرق القوية أمام الإنتر الإنتر ميلان الإيطالي شايف الأقرب للوصول لنصف النهائي. الإنتر يعني بعد الفوز أعتقد ذهابا 1-0 الانتر هو الاقرب للفوز على بورتو انتر زي ما كنا بنتكلم على ميلان من شويه يعني من اهم ده اكتر الفرق اللي صعدت لنصف نهائي او الدور الثمانيه او حتى زي ما كنا بنتكلم سيمي فاينل هي الفرق الايطاليه سواء انتر ميلان او ميلان فرق قويه جدا دايما كانت متواجده في الادوار المتقدمه فاعتقد يمتلكون الخبره ان هم طبعا يتخطوا عقبه بورتو ويفوزوا ويصعدوا للدور القادم. طيب مباراة قد تكون لبعض الناس مباراة سهلة طبعا فريق الانتر فريق كمان كبير جدا لوكاكو بيأدي بشكل جيد عندهم يعني مارتينيز لعيب كويس عندهم فريق قوي جدا حتى على مستوى دلوقتي السيريا اه في خطوات جيدة جدا جدا يعني في المربع الذهبي ولكن من بورتو كمان من الفرق اللي تخوف وهتكون مباراة إلى حد ما في صالح الميلان ولكن تبقى طبعا كل شيء وارد في كرة القدم. طب هنرجع لآخر مباراة دي كانت هتبقى مباراة طبعا ما بين المان سيتي ولايبسيك. لايبسيك من الفرق كمان الفرق القوية جدا على مستوى البوندسليغا وعلى مستوى دوري الأبطال ولما بتلاعب المان سيتي ما عندكش حاجة تخسرها. انت بتلاعب المان سيتي المرشح الأول للفوز بالبطولة مع ريال مدريد وبالتالي قد تكون هنا الخطورة. هل انت شايف ان ممكن يكون في مفاجأة كبيرة من العيار الثقيل زي ما بيقولوا وان لايبزيج يعمل نتيجه ايجابيه ويفوز على المان سيتي؟ هو عمل نتيجه ايجابيه في المباراه الماضيه في الذهاب 1-1 ده التعادل. انا اعتقد المان سيتي يمتلك الخبرات يمتلك قوام اقوى حتى لايبزيج بينافس بشكل كبير جدا بشكل شرس في البوندسليغا على يعني اللحاق ببروسيا دورتموند هو يعني في ثلاث فرق بتنافس على المركز الثالث دلوقتي في الدوري الالماني منهم لايبزيج. لا اعتقد هتكون مباراه صعبه على لايبزيج دايما الفرق الالمانيه لايبزيج بروسيا دورتموند او حتى شفنا فرانكفورت في الاعوام الماضيه بينافسوا في الدور الثمانيه ممكن تلاقي دايما في نصف النهائي هو بايرن ميونخ الزعيم البافاري. تعالى ناخد انا وانت كده صوره بنستعجل المستقبل شويه ونقول احنا استعرضنا كل الفرق وعندنا يعني اسماء كبيره جدا 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 تتوقع هل شخصيه ريال مدريد قادره للوصول للمباراه النهائيه؟ بتكلم بقى خلاص عن النهائي
هل الشكل بتاع بايرن ميونخ تقول لك لا البايرن قادم وقادم بقوه وقد يكون هو صاحب هذه البطوله؟ عندك فرق على مستوى تشيلسي موجود، عندك نابولي، هل نابولي كمان قادر يعمل الحتتين انه يحافظ على السيريا وتقدمه وخلاص انت بتقول خلاص قرب جدا انه يفوز بهذه البطوله ودوري الابطال بطموحاته بمبارياته القويه؟ شايف الدنيا رايحه فين في الفرق دي؟ انت متخيل الاربع فرق في دور قبل النهائي شكلهم عامل ازاي؟ انا بقول لو نابولي وقع قدام ريال مدريد قد يفوز على ريال مدريد. مبدئيا نابولي عنده حماس وشغف كبير جدا، شفنا خلاص قرب يحسم السيريا. خلي بالك الريال كمان خلاص هو بالنسبه له الليجا خلاص يعني بتبعد. فرق 9 نقط بينه وبين برشلونه، وبالتالي هو تشامبيونز ليج بالنسبه له التارجت الكبير دلوقتي. طريقه اللعب احنا بنتكلم بقى فنيا، نابولي وانشيلوتي زي ما بنقول، وبنتكلم طبعا في سبليتي، فاهمين بعض الطريقه الايطاليه ازاي هيقدر ان هو يقفل على خطوط ريال مدريد، فاهم انشيلوتي بشكل كبير جدا، وده اللي بنشوفه في الدوري الايطالي مع سبليتي. اعتقد بيلعب كره مختلفه هجوميه عن تثبت عن مفهوم الكره الايطاليه. الناس لما بتسمع الكره الايطاليه ده الناس بتدافع وبتعمل كاونتر اتاك، لكن سباليتي الحقيقه اللي بيتفرج على نابولي بيقدم كره ممتعه، صلابه قويه جدا في الحاله الدفاعيه وانتشار واستحواذ وخلق فرص واهداف رائعه على مستوى الهجوم. عامل معادله صعبه جدا، عامل معادله عاملها انشيلوتي ايضا مع ريال مدريد. مش يعني دايما في تذبذب في مشاكل طبعًا. في الماتشات الاخيره ده نعترف، ولكن على فعلا في الشامبيونز ليج انشيلوتي حاجه مختلفه. يعني الترانزيشن اللي بنشوفه في صلابه دفاعيه، بس عارفين بمفاتيح اللعب بنزول كريم بنزيما في الترابط مع فينيسيوس زي ما كنا بنقول الثنائيه المشهوره. نابولي بيمتلكون نفس الشكل، في تبدو ان في طريقه لعب دفاعيه بحته وصلابه دفاعيه، ولكن في نفس الوقت تستمتع في لا في هجوم، في شراس، في انتشار، في فعلا يعني اوسي من زي ما بنقول الراجل هداف من انصاف الفرص باللي في كل مباراه بيهدف. اعتقد نابولي قد تكون الراجل المعجزه اللي لسه طالع لنا السنه دي، ده يعني اللاعب العظيم في وسط الملعب، هيكون قنبله الموسم السنه دي على مستوى دوري الابطال وعلى مستوى السيريا. فانا شايف وانا اعتقد ان نابولي لو قدر يحافظ على هذا المستوى في الادوار اللي جايه هيكون ليه دور في المباراه، على الاقل المباراه قبل النهائي. يعني من الفرقه الثانيه، يعني خلينا نتكلم، انت راجل الماني وعشت في المانيا كتير جدا، ناجلزمان قادر على الوصول للمباراه النهائيه؟ ممكن يعدي كل الاصعاب ديت بالفرق الموجوده، ولا زي السنه اللي فاتت قد يتعثر في الطريق؟ يعني لا، ما اعتقدش ان هو هيتعثر، لان هو فعلا دايما الفريق بافاري بيتعلم من اخطائه، عارف هو واقف فين الموسم الماضي يا كابتن هاني. لا، السنه دي في منظومه كامله متكامله مع ناجلزمان. ناجلزمان على المستوى، بس في حرب في البوندسليجا، ما انا اللي بتكلم عليه. ساعات يعني نابولي ضامن الدوري شويه، فتركيزه ممكن يكون على الشامبيونز ليج لانه في ضمان شويه للدوري، لكن لما بتحارب في جبهتين في البوندس ليجا، في يونيون برلين وفي دورتموند بيخبط وراه، الناحيه الثانيه مباريات قويه جدا، السكواد يستحمل دوت، شخصيه المدرب وشخصيه الفريق تسمح ان هو يحارب في الجبهتين دول بنفس القوه؟ طبعا انا دايما بشوف اللامركزيه اللي بيعملها ناجلسمان مع وجود جنابري، ساني دلوقتي، جمال موزيالا، والتوهج اللي احنا شايفينه، ميلر بيقعد على الدكه بينزل بيقلب الموازين، ساديو ماني ودخول، يعني ليه ادوار مختلفه يعني. صحيح، يعني حتى ساديو ماني يعني بدا يرجع تاني ويخش في وسط المنظومه، حتى على مستوى الدفاع اللي كانت المشكله الاساسيه عند ناجلسمان في المباريات الاخيره، خلاص بافارد بدا يحطه في قلب الدفاع، بدا يقفل الحته الخلفيه بشكل كبير جدا. زي ما كنا بنقول هو عنده كونسبت او بيلعب بطريقه لا كلنا هندافع كلنا هنهاجم، لو في مفاتيح لعب حتى حراسه المرمى كمان اتحلت بشكل كويس بالظبط على مستوى التهديف. حتى الفرص الضائعه بدا ان هم يعني الكونفرجن ويقدروا يحرزوا اهداف بشكل افضل من السنوات الماضيه. في لود كبير جدا عليهم في البوندسليجا، المنافسه شرسه هذا العام، بروسيا دورتموند فارق نقطتين بس، ثم طبعا ياتي يونيون برلين ولايبسيش، وفي في منافسه قويه لود، ولكن الفريق بافاري كان يونيون برلين كانت مفاجاه يعني انا متابع يونيون برلين في اخر 3-4 سنين من وسط الجدول يا كابتن هاني،
تدريجيا لو رجعنا السنه اللي فاتت في المركز الخامس، اللي قبلها في السابع في نص الجدول، بدا يعني يتقدم تدريجيا، وهي دي بقى المشروع. يعني لا، يونين برلين عامل حاله لابد من دراستها بصراحه. يعني احنا حتى انا اعتقد الموسم القادم هتلاقي يونين برلين بكل ارتاحيه في التوب فور ويلعب تشامبيونز ليج بشكل كبير جدا. يونين برلين بالمناسبه بيلعب في الدوري الاوروبي، يعني فريق موجود على صعيد المنافسات الاوروبيه. طب انت قلت لي دلوقتي ريال مدريد، بايرن ميونخ، المان سيتي، يعني المان سيتي طبعا الفريق الرابع اللي تتوقع ان يكون موجود في ال، وقلنا نابولي أنا اتمنى نابولي في تشيلسي. انا عارف بنفيكا، لا تشيلسي ما اعتقد، يعني انا تشيلسي لو حتى في القرعه وقع قدام بنفيكا او حتى نابولي هيكون خصم عنيد، يعني حتى ميلان او الانتر ميلان هيكون خصم ميلان قوي قوي جدا. ميلان طبعا عنده الخبر، يعني هنا برضو في البطوله تشامبيونز ليج هنا الخبرات والشخصيه بتلعب دور كبير بغض النظر عن السكواد، يعني ممكن يكون اقوى فنيا او تكتيكيا، ولكن الخبره وشخصيه البطل بتفرض سيطرتها. التوب تيمز زي ما قلنا ريال مدريد، بايرن ميونخ، تشيلسي زي ما نقول، يعني ممكن ينافس. انا اعتقد نابولي عنده الشغف، انتر سوري ميلان ايضا. تتكلم على الشغف والحماس، الحماس لان البطوله كانت بعيد عليهم، يعني الميلان بقى له 11 سنه مش موجود. تتكلم على نابولي بقى له كمان سنين ما وصلش يلعب نهائي تشامبيونز ليج، فدي ممكن دوافع مش موجوده عند فرق اتعودت على اللعب في النهائيات التشامبيونز ليج. بلغه الكوره جعانه ان هي تعمل حاجه، حاله او لقب او تحقيق اي انجاز في التشامبيونز ليج، وهيكونوا فرق عنيده، واعتقد ان هتكون خصم هيقف قدام سواء ريال مدريد او بايرن ميونخ حتى هيتعبوه، حتى مان سيتي. الكل بيتوقع بايرن ميونخ، مان سيتي، ريال مدريد. انا اعتقد القرعه في الدور الثمانيه ممكن تلاقي ريال مدريد امام بايرن ميونخ او ريال مدريد امام مان سيتي. هتلاقي نهائي مبكر، هتلاقي لازم هيكون في نهائي مبكر، دي بتدي نكهه ويعني منافسه قويه جدا زي ما شفنا ريال مدريد وليفربول في صحيح. انا اعتقد ريال مدريد مع مان سيتي هتلاقيهم بيخلصوا على بعض قبل ما يوصل، ونابولي يهرب من بعيد ويصل. قد تكون طبعا القرعه بتلعب دور طبعا كبير جدا في الوصول للمباراه النهائيه. اخر سؤال قبل ما نخلص، تتمنى مين يفوز بالتشامبيونز؟ يعني ما تخافش انت، بص لا اتمنى بايرن ميونخ، واتمنى ريال مدريد برضه يحقق. ماشي تمام، انا اتمنى البايرن، وهنا صراحه انا اتمنى البايرن. ولكن فعلا للامانه بتمنى طبعا بيب جوارديولا بعد الانجازات يعني التطور في كرة القدم، وشفنا حاجات تكتيكية ما شفناهاش قبل كده، وشفنا فعلا العبقرية، يعني ده كلام فعلا لا جدال فيه ولا مبالغة فيه. أتمنى أن بيب جوارديولا حقق الشامبيونز ليج ولو حتى هذا العام، أخيرا زي ما ميسي كده خد كأس العالم مثلا. محمد بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، نشكر حضراتكم على طبعا حضوركم معنا، ويا رب كل التوفيق لفرقتنا النادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة القادم بالتوفيق، وان شاء الله باذن الله كل الطموح وكل الامال لوصول النادي الاهلي، وطبعا الوصول من دور المجموعات للدور القادم من دوري ابطال افريقيا. شكرا لحضراتكم، لقائي مع حضراتكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف.